وتتوفر وسائل الراحة للزائر في الفنادق الحديثة مثل فندق قصر المدينة وفندق التيسير الجديد، وكلاهما من فنادق الدرجة الأولى في المدينة المنورة. وعلى الرغم من بعد المدينة المنورة عن البحر، فإنها لم تحرم التمتع بمنظر الأمواج المتلاطمة، إذ يوجد بالقرب منها سد وادي العقول الذي يحجز السيولة التي تنساب إليه من جبال الطائف. أما الصناعة في المدينة المنورة فتسير قدما بفضل استعمال الآلات الحديثة، كما هي الحال في مصنع تعبئة التمور. وها هو أحد بعث التمر يقوم بتعبئة التمر في علبة صنعت لهذا الغرض. وإلى جانب هذا نرى باعة الجبن والحلاوة المصنوعة محليا. ثم ندخل إلى سوق اللحوم والخضروات الذي بنته البلدية حديثا، فنراه يزخر بحركة البيع والشراء. وهذا شارع العينية، وهو من أقدم الشوارع في المدينة المنورة ومركز تجاري مهم. وهذه سويقة، حيث تتوفر الأقمشة بمختلف أنواعها، وحيث يتفنن التجار في عرض بضاعتهم ومحاولة اكتساب الزبائن. أما المنجدون فإنهم يعملون بمهارة وسرعة فائقة، وبعض أعمالهم اليدوية أجمل بكثير من تلك التي تنتجها المصانع الكبرى. وفي المدينة المنورة شوارع فسيحة مشجرة على جوانبها عمارات حديثة، كشارع قباء وشارع المناخة